العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. نعم، قلنا هذا إعراض بالكلية، لا يتعلم الدين ولا يعمل به. نعم. طيب، بعد: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. نعم، ما معنى هذا الكلام من الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ ماشي. لا، الهازل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومنها الردة، نسأل الله السلام العافية. وقل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الهازل والجاد والخائف، قلنا يعني بالخائف هنا لا المكره، لا يقصد الخائف يخاف على ماله أو سلطانه أو جاهه، أو قال مشحة بكذا، سوف يأتي معنا إن شاء الله في كشف الشبهات. طيب، لم يستثني إلا المكره. والإكراه قلنا له شروط: الأول أن يكون مكره خرج به، إذا كان غير مكره مثل الخائف هذا. طيب، الثاني أن لا يتعدى، فإذا أكره على سب مثلا واحد وتعدى لأكثر من واحد فهذا كفر، لأنه أكره على واحد. طيب، الثالث أن يعرض ما استطاع. الرابع، أي نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن، لأنه ما أحد يكره على عمل القلب. الخامس، فيه تعدي وإفساد على غيره أو يكون به ضلال الناس، قلنا كما مثلنا بفتنة الإمام أحمد رحمه الله. أو مثلا أكره على قتل إنسان، فمن أجل أن يبقي على حياته قال يزهق حياة الآخرين، هذا ما يصح، ليس بمكره، صحيح. وقلنا أنه أحمد هناك في زمن أحمد رحمه الله من كان مكره بالقول بخلق القرآن، لكن أحمد لا. لماذا؟ لأنه يتعدى إلى غيره، ولو قال أحمد بالإكراه لظلت الأمة من خلفه. نعم، ولذلك سموا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. نعم. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا استفاد من هذا؟ نعم، أي نعم، هذا دليل أن الإمام محمد بن الوهاب، أي نعم، يرى أن النواقض غير محصورة بعشرة، لكن ذكر أعظم هذه النواقض، وقلنا هذا من حسن التعليم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف، ومنها المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.